تأسيس عمل ريادي دائما يعني عمل مرهق ذهنيا. الواحد يحتاج يكون عنده أشياء زي كذا تخرجه من الجو وتخليه يعيد التركيز، يشحذ همته. أنا يوميا لازم أبدأ بقراءة كتاب، حتى الكتب اللي قرأتها عدة مرات أحيانا أرجع أقرأها مرة ثانية. الكتاب من الصديق يجب أن يكون برفقة كل ريادي، لأنه مهما تشعر أن عندك معرفة هناك مئات المعارف اللي تنقصك ولازم تتعلمها بشكل يومي. باختصار فكرة عاين الشخص اللي بيقرر أو عنده قرار عقاري، بيشتري، بيستأجر، بيحتاج أنه يأخذ له جولة معاينة، يعرف المشاكل في البيت، بيطلب عبر الموقع والتطبيق، بيوصلنا الطلب، بيروح لأحد المهندسين القريبين بحسب الموعد المحدد ويعمل جولة للعقار ويطلع تقرير مثل هذا، تقرير تفاعلي يقدر يساعد باتخاذ عدة قرارات. بيكون مثلا مبين في جميع المؤشرات، جميع الملاحظات اللي بيحتاج يعرفها، بيقدر يصفي الملاحظات بحسب نوعيتها، إما بحسب موقع الملاحظات بالغرف أو دورات المياه عزكم الله، أو بحسب الكهرباء والسباكة، وبالتالي يقدر يشاركها مع المقاول أو شركة الصيانة أو المطور، يفاوض بالسعر، يعرف تكلفة الإصلاح، يجدول عمليات الإصلاح. وهذا إحنا وجهة نظرنا شيء أساسي في مساعدة العميل في اتخاذ القرار. أتذكر كيف أني أولاً يعني كان عندي شغف في العمارة والبناء، ولكن هذاك على أوقاتنا يعني بدايات الثمانينات ما كان فيه اللي موجود الآن من المعلومات وكذا، عشان الواحد يفهم أنه في حاجة اسمها شغف، في شيء اسمه تخصص لازم تفكر فيه. فأتذكر نفسي وأنا ألعب كذا بالحوش وأسوي لي مدينة وأبني مباني بالكراتين، وهذا أكثر شيء يخطر في بالي. أنا درست في أبها حتى الثانوية، وبعدين انتقلت إلى جامعة بترول، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ودرست فيها هندسة. أبها في الثمانينات قريبة من اللي فيها الآن، يعني مش بعيد، بس كانت يمكن شوية خلنا نقول الأرياف فيها والمزارع أكثر من الآن. أبها فيها شيء جميل وما زال يشدني لما أروح أبها الآن، هو أن فيها قمم، فكنت دائما أنا يعني عصرياتي كلها أقضيها لازم فوق جبل، يعني أطلع من البيت، هذا جولتي اليومية اللي بيسمونه الهايكينج الحين. هذا قطعنا الحين، اسمحوا لي أرد. أبها فيها جبال كثير، وأنا يعني قضيت يمكن أتوقع نص طفولتي فوق أحد الجبال. كان دائما يعني حتى أتذكر أحد مرات كنت خارج من عملية لوز، طلعت الساعة 2 الظهر، الساعة 3 العصر وأنا فوق قمة جبل. كنت أستمتع أني أجلس فوق قمة جبل وأتفرج على العالم من فوق، المدينة، أشوف الناس يتحركون، أشعر أنه يعني مكان جدا رائع للتأمل. كانت تصرفاتي كلها تصرفات مهندس أو تاجر، دائما بتحصني يا برسم، بمسك ورق وبرسم عليه بيت، أو بسوي نفسي أني بأتعامل بالفلوس. فالثنتين هذه كأنها في نفسي إضافة. لما طلعت الأجهزة التقنية بعدين الكمبيوترات في ذاك الوقت، برضو صرت دائما أجيب لي حاجة بقول هذا كمبيوتر. فالثلاثة أشياء ذي أنا أعتقد أنها كانت موجودة في فلكي من وأنا صغير، ويمكن هذا هو حد الأشياء حتى اللي حطيتها أنا معايير لي في لما قررت أني أحط راسي في مشكلة وأحلها. كنت أقول هذه المشكلة يجب أن تكون في التقاطع بين أنها هي تجارة ومرتبطة بالعمارة وبالتقنية، فهذا يمكن التقاطع اللي تقع فيه عاين، أنه عمل تجاري هندسي ومرتبط بالتقنية. أول ما دخلت الجامعة كنت بدرس عمارة، وقالوا لي وقتها أنه ما في عليها طلب وكذا، فقمت درست اخترت تخصص برمجة، قالوا لي ما عليها طلب، فاضطريت أني أدرس هندسة كهربائية. يمكن وقتها كان عندنا صعوبة الحصول على المعلومة، يعني حتى لما بعرف الهندسة لازم أروح أدور لي واحد يشرح لي الموضوع. الآن دورات وناس مختصين ومحتوى مليء في الإنترنت، فأنا أتوقع الحين المفترض الواحد من بدايات المتوسط يبدأ يفكر إيش ممكن أتخصص. في 2006 قررت أني أسوي شيء مرتبط بالتقنية والعقار، فكان عندي كذا سكوب كبير أني أبغى أعمل حاجة مرتبطة بالتقنية والعقار، وبدأت بمشروع لكنه كان يعني
غير قابل للتنفيذ، كان نطاق العمل فيه واسع جدا. بس اللي الخطوة الإيجابية اللي أخذتها أني رحت فتحت لي مكتب عقار على أساس أتعلم أكثر عن العقار وأكون لي علاقات. فهنا خلطة مهمة جدا، الواحد لما يبغى يغير مساره سواء المهني أو أنه يفتح لرجال أعمال، هي المعرفة والمعارف. لازم تكسب معرفة ولازم تكسب معارف في هذا المجال اللي أنت رايح له. فهذا اللي كسبني تأسيس مكتب عقاري، وبديت أدرس سلوك الناس، أعرف مشاكلهم. فأخذ مني هذا الموضوع من 2006 إلى 2009 وأنا على رأس العمل. كنت أرجع من عملي الساعة 4، الساعة 5 أطلع المكتب أقعد فيه للساعة 11 في الليل، وهلما جرى. واستمرت في هذا الموضوع 3 سنوات. وقتها ما قدرت أسس مشروعي الأول أني أعمل شيء تقني بالعقار، لأني كان لسه المعرفة والمعارف اللي عندي مش قوية. لكن اللي صار أنه بدأت جيني عروض، طبعا استقلت، تهورت وقلت أنا لازم أركز أكثر على هذا المجال. كنت استقلت من الوظيفة وحاولت أني أسس هذا المشروع وفشلت. لكن اللي صار أنه صار عندي معارف جيدين، شافوا عندي مهارات معينة في إدارة مشاريع، فاستقطبوني لإدارة التطوير العقاري. فعملت معاهم من 2009 حتى 2016 في مجال التطوير العقاري، فوراني منطقة أخرى للعقار. وهنا بدأت فكرة عاين، البدايات بدأت تختمر في ذهني، ولكني كنت أعطيها كمقترح للمهندسين اللي أشوفهم. كنت أقول يا شباب ترى الناس يحتاجون أحد يستشيرون لما يشتروا عقار، ليش ما تسووا حاجة؟ ليش ما تسووا لنا خدمة؟ ليش ما تسووا؟ فأعتقد أني أتذكر أني اقترحتها على عدة زملاء، لأن كنت أنا مرة مشغول بالتطوير العقاري وقتها، وكنت أقترحها على الزملاء. ما أحد أخذ هذه المبادرة، وكان طول الفترة بيجوني ناس يعرفوا أنا أني أنا مهندس وأعمل في التطوير العقاري، فيستشيروني يقولوا لي تعال إحنا ناويين نشتري بيت ونبغى ناخذ رأيك. وبالمقابل أيضا في ناس أوريدي شروا بيوت، فيقول تعال شوف المصيبة اللي إحنا حصلناها. فكنت أقول ليش ما استشرت أحد؟ يقول ماني عارف أحصل أحد. فكان هذا جزء من المشكلة اللي كنت أشوفها. المشكلة من الطرف الآخر، كان المطور الجيد اللي يبني منتج رائع ويصرف على الجودة فيه، السوق ما يميز بينه وبين اللي يبني منتج تجاري بحت، فهذا جزء آخر من المشكلة. فلما صار التحول والرؤية الطموحة رؤية 2030، كان وقتها العقار وكان أغلب شغلي فيه كان متذبذب، فكنت أنا يعني أشعر أني تشتت كثيرا وانغمست كثيرا في العقار، فقررت أني أوقف هذا العملية كاملة وصفيت جميع المحافظ العقارية اللي كنت أديرها، وركزت أني أخرج بمبادرة تحل هذه المشكلة. فكانت عاين هي هذه الفكرة، وبدأنا بتجربة، كان أول تجربة سويناها في 2017، نهاية 2017. ثم بدأت الفكرة أتحمس لها أكثر، وقضينا ما آخر 2017 وجميع 2018 حتى خرجنا بالموقع وبأول منتج جاهز للبيع أونلاين اللي هو خدمة الفحص الشامل للعقار. وبعد ذلك خرجنا للمعارض وبدأنا ننمو الحين، ولله الحمد يعني كان عندنا في البداية مهندس واحد، الحين عندنا 3000 مهندس في جميع أنحاء المملكة يعملون معانا، بعضهم يصل دخله ما شاء الله تبارك الله إلى ضعف الراتب اللي يحصل عليه من وظيفته. ويمكن إحنا هنا نشوف نفسنا أصبحنا نصنع منطقة المهندسين يستطيعون أنهم يمارسون فيها شغفهم بدون ما يتركون عملهم الرئيسي، يعني يحفظ مصدر دخله وأيضا يكسب مصدر دخل إضافي بالعمل معاي. موضوع أنك تكون موظف وتكون رائد أعمال ما فيها قاعدة، هي لكل واحد بحسب ظروفه. أنا أقول اعتبر نفسك أنت شركة مصغرة. أنا مهندس مدني مثلا، أنا شركة علي للهندسة المدنية، عقد الوظيفة هذا اعتبر أنه هذا عقد تحصل مقابلة على دخل مقابل أنك تداوم 8 ساعات وتؤدي هذا الأداء وتقدم هذه الخدمة، عشان تخرج من نطاق أنا موظف ولا أنا بقول لك أنا كرائد أعمال. إذا كان الناس يعتقد أنه والله أنا بكون رائد أعمال عشان أكون حر وما علي رئيس، مو بصحيح. أنا كانت حريتي لما كنت موظف في أرامكو أكثر بمراحل من حريتي الآن. الآن أنا حين وقتي لا أملك وقتي، حتى إجازتي يمكن أرامكو كان أول أطلب إجازة 20 يوم، أطلع 20 يوم أقفل جوالي ما على حد. طيب لما نتكلم عن تنظيم الوقت، أي شخص، ويمكن فيه كتاب مشهور أو دورة مشهورة اسمها العادات السبع للأشخاص الأكثر إنجازاً أو الأشخاص الأكثر نجاحاً، واحدة منها تنظيم الوقت. تنظيم الوقت مهارة جداً مهمة، وكلمة السر فيها التوازن، يعني إن لازم تضع وقت لكل شيء، وقت يعني لروحك ولله سبحانه وتعالى، وقت لجسمك، وقت لعقلك، وقت لعائلتك، وقت للعلاقات المهمة حوالينك. بعض الناس أوفر شوي يعني في موضوع
حصلة لازم أصحابي ولازم أصحاب العمل ولازم فتحصل صح كذا وقتك يضيع. أنت لازم تكون أولوياتك واضحة. في أشياء إلزامية، وقتك، وقت الصلاة، وقت الوالدين، وقت العائلة، وقت الأشياء اللي أنت تحتاج أنك تعمل فيها التوازن بين عقلك أنك لازم تقرأ، يكون في عندك وقت يومي أو وقت للمشي أو وقت للرياضة، وقت العمل طبعا. فتوازن في هذه هو كلمة السر. في عادة جميلة تعلمتها، وعادة بسيطة جدا تعلمتها من الدكتور سامي سلمان عليه رحمة الله، وكان أعتبره أخي ومرشدي الأكبر، يعني اشتغلت معه فترة طويلة. فكان كل أسبوع عنده ورقة يحطها بجيبه، يحط يقول هذه أهم خمس أشياء لازم أنجزها في هذا الأسبوع. أهم خمس أشياء في كل أمور حياتك، ممكن تكون أمور شخصية، أمور في العمل، أو شغلة معينة. فدائما كل صباح يقول بطالع في الخمس أشياء عشان أتذكر أنه هذه لازم أنجزها هذا الأسبوع. بالنسبة لي ريادة الأعمال هي حب التغيير، أنك ترى مشكلة وتكون مبادر بإخراج حل مناسب يحل هذه المشكلة. دائما هذا هو الدافع اللي جمع جميع رواد الأعمال أو أكثرهم تأثيرا على الأقل. بعدين بيجي فكر الفلوس لاحق. فأنا أقول دائما اللي بيستعجل نتائج نجاح أو فلوس بسرعة هذا مو برائد أعمال، هذا تاجر، هذا رجل أعمال. لكن رائد الأعمال تحصله دائما ينسى يفكر بالفلوس، هي جزء من تفكيره وجزء من نجاحه، بس تحصله دائما يفكر في المشكلة أو الحل اللي يحل هذه المشكلة. فبالنسبة لي ريادة الأعمال هي حب تغيير، حب تأثير، حب صناعة يعني خلينا نقول أسواق جديدة. مقومات النجاح لأي مشروع هي مرتبطة بثلاث أشياء. أولاً أنه في حاجة بالسوق، شيء ثاني يكون هذا السوق كبير، والشيء الثالث هو آخرهم لكنه أهمهم، هو وجود فريق مؤمن بهذه الرسالة، مؤمن بهذا الرؤية اللي بنيت عليها الشركة. ختاماً أنا بأختم كلامي برسالة وبشكر. الرسالة أولاً لكل من يحمل هم أو عنده مشروع كبير حامل هم، أنا أقول ابدأ بأبسط الأشكال، ابدأ لا تتأخر. كل يوم يفوت عليك هذا ترى يضيع من عمرك، فابدأ بأبسط شكل ولا تبحث عن الكمال، دائماً ابحث عن أنه كيف الخطوة اللي تعملها أنها تطورك وتخليك تنجح أو تزداد احتمالية نجاحك بالخطوة التالية. أما الشكر فلله أولاً ثم لكم، وجودكم وأعطيتنا فرصة نوجه هذه الرسالة للجميع، ثم لعائلتي بدءا من والدتي، زوجتي، يمكن أنا أول مرة وهي مفروض أني في كل لقاء أشكرها لأنها أكثر إنسان أعانى مع هذه رحلة التحول. أنا دائما أقول زوجتي هي المؤسس الخفي لعاين، هي اللي تحملت هذا الصراع اللي مريت فيه والمعارك اللي خضتها، بينما أن يعني النتائج تأخرت جدا. والشكر أخيرا أقول لي كل من دعم عاين في هذه الرحلة، فريق عملي، شركائي، مستثمرين، جهات حكومية اللي قاعدين الآن يخاطبوننا على يعني مشاريع استراتيجية ويثقون في عاين ويعرفون عاين قائدة لهذا المجال، وشكرا للمستمعين أو المشاهدين اللي يشاهدون هذا المقطع.